اللي احنا عملناه ان احنا بنمشي كوره او دايره من اليمين للشمال. طيب هو كل اللي احنا هنعمله كده؟ لا، اطمن، احنا في حاجات تانية كويسه ممكن نعملها. اول حاجه ممكن تتعلمها هي الموشن جايدز. الموشن جايدز حاجه بسيطه جدا، ان انت بتعمل للاوبجكت بتاعك اللي هيتحرك، بتعمل له قضبان تحديد يمشي عليهم، جايد بيمشي عليها، خط بيمشي عليه. اول حاجه عشان نعمل جايد، اول حاجه هسلكت اللير اللي فوق، هي لير 2 اللي هي كان عليها شيب توينينج، تمام، وهعمل لها ديليت، وهعمل لير ثانيه فوقها، تمام. اللير دي هي هتبقى الجايد. ازاي نحول اللير دي لجايد؟ اول حاجه هاجي على اللير دي، انا عند واحد فيها، تمام، وهرسم، هجيب البنسل تول، تمام، وهختار سموث لاين، تمام، الاوبجكت دروينج هتبقى اوف، يعني مش هرسم اوبجكت، لا هرسم لاين لحاله، تمام. هاجي انا دلوقتي هنا، انا في الجزء ده، هرسم لاين، اوكي. اللاين ده شكله مش كويس، تمام، هكليك عليه كله، تمام، واعمل له سموث، سموث كده، تمام، اوكي. هلغي الجزء الاخير اللي بره ده، اعمل له ديليت، تمام. كده عندي كيرف كويس معقول. الكيرف ده على لير 3، لير 3 هكليك عليها دبل كليك، واغير اسمها لير 4 جايد، تمام، عشان اميزها، ولير 1 اللي عليها البول او السيركل اغيرها لبول، تمام، عشان اميز الحاجه. زي ما اتفقنا لازم نسمي الحاجة بتاعتنا بأسامي مرتبطة بيها عشان نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط وايه اللي هنتوه. اللير اللي فوق اللي هي الجايدنس هغير البروبرتيز بتاعتها، هكليك عليها واغير البروبرتي بتاعتها. انت عايز البروبرتي بتاعتها تبقى ايه؟ هي نورمال، هخليها جايد، اوكي اوكي. زي ما انت شايف التي المسطرة تي ظهرت اهي، تمام. ده يعني دي بتقول لك انا دلوقتي انا جايد. طيب عشان اخلي اللير اللي هي البول تمشي على البول جايد، تمام، هعمل حاجه بسيطه قوي، هكليك عليها واعمل لها دراج بالراحه كده لحد ما اللون، بص كده، الاندر سكور او الماوس ومع اندر سكور تحت المسطرة على طول، لكن لو تحت البي هو ده اللون اللي انا عايزه. كليك، بص شكلها اتغير، بقت كانها بول، كانها بول اي لونها ازرق، ومجموعه من النقط بتقول لك ان دي هتتبع الجايد ده. طيب لو انا جريت البلاي هيد بتاعي كده هنشوف ايه اللي هيحصل. مفيش حاجه بتحصل. ليه مفيش حاجه بتحصل؟ لان في حاجه احنا ما عملناهاش. ايه هي؟ ان انا لازم اسلكت دي، تمام، واقول له ان انت عند لير واحد، عند فريم واحد هيبقى مكانك هنا، تمام. اتاكد ان الدايره اللي جوه السيركل على اللاين، تمام، وعند فريم 20 مكانك هيبقى هنا. اتاكد برضو تاني ان اللاين على اللاين، تمام. نجرب كده نشوف التايم لاين هيتغير ولا لا، تمام. نبتدي ندوس، زي ما انت شايف اهي بتنزل مع الكيرف وبتمشي عليه. طيب لما انا هتست الموفي بتاعك، هل الجايد هيبقى ظاهر؟ لا، الجايد مش هيبقى ظاهر، ما تخافش ان الجايد هيظهر. دوس كنترول وانتر، اوكي اوكي. كده يبقى احنا عرفنا نوع تاني من اللايرز،
وعرفنا الاير كمان بيتعمل بيها ايه غير اللي احنا عملنا موشن تويننج مع جايد. طيب في حاجتين هنا ممكن يحصلوا يخلوا الشيب بتاعتك او التوين بتاعك ما يمشيش على الجايد. اول واحده فيهم ان اللاين ده تمام يبقى مفصول من مكان او فلاش مش عارف يمشيه على باث. طب نعمل غلطه عشان نشوف ايه اللي هيحصل. دي غلطه تمام. نجرب كده نعمل كنترول وانتر. اوكي مفيش اي حاجه بتحصل، مش قادر يمشي على الباث بتاعه تمام، لان هو الباث هنا مقطوع. طب عشان اصلح الغلطه دي هعمل كده وادراج لحد ما تلزق في الثانيه. اوكي هعمل كنترول وانتر كده، اهي فعلا بتمشي على اللاين بتاعها. طيب اللاين ده برده مش عاجبني، مش مرتاح له، عايز اغير. اوكي كليك عليه تمام، كليك عليه تاني تمام، شوف كده هيتباع ولا لا. اوكي هو بيتباعه بس اظن ان في حاجه غلط، ان هو بيبتدي هنا فوق. تعال بص بص، هو جاب اقرب نقطه كان فيها. عشان اخلص من دي تاني هروح اسلكت الاوبجكت بتاعي من الدايره بتاعته. انا كده بسلكت اللاين، خد بالك كنترول وزد. اوكي سلكت اللاين بتاعي، سلكت الدايره بتاعتي تمام. تيست تاني. اوكي عظيم، بقت بتمشي على اللاين صح. طيب اظن دي حاجه كويسه غير السيركل اللي بتمشي من ناحيه لناحيه. عايز ابص تاني على حاجه تانيه في التايم لاين. التايم لاين بيقبل لايرز كمان، بيقبل فولدر جوه اللاير زي ما كنا بنتكلم عن اللايبرري ان هي بتقبل فولدر جوه اللايبرري. هنا بيقبل فولدر جوه اللايرز، يعني انا اقدر ارص اللايرز بتوعي جوه فولدر تمام وارتبهم. وبرجوك تاني زي ما اتفقنا نرتب الشيبس بتوعنا والتوين والموفي كليب والباتنز ونسميهم بحاجه ريليتيف للفانكشن بتاعتهم، او حاجه يعني واحد بيعمل هندسه نسميه مهندس، واحد بيعمل طب نسميه دكتور. مش هيبقى واحد وواحد تاني وواحد تالت وواحد رابع، لا كل واحد هنسميه بحاجه خاصه بيه. فبرضه اللايرز تمام نسمي اللايرز بتاعتنا بالاسم الحاجه اللي عليها، ولو هنعمل لايرز كتير نعمل فولدرز كتير عشان انت بعد خمسه او سته لاير السبيس ده هيصغر، يعني هتضطر ان انت توسع كده عشان تعمل مثلا خمسه سته لاير. لكن لو هتعمل فولدر هتعمل فولدر جواه خمسه هيبقى شاغل مكان واحد بس، وهتعمل فولدر ثاني جواه خمسه سته هيبقى شاغل مكان واحد بس، وتقدر تكليك تفتح وتكليك تقفل. اوكي حاجه ثانيه هنتعرض لها مع التايم لاين اللي هي الاي واللوك والمربع. الاي واللوك والمربع، الاي بتعمل ايه؟ الاي لو انا هسلكت اللاير دي اللي هي البول وهاجي عليها هدوس على الاي تمام؟ افلي كل الحاجات اللي تحت الاي كله دلوقتي مش متشاف، اللاين الجايد والبورد مش متشافين تمام؟ لكن لو جيت على الدوت اللي تحت الاي وعملت عليها كده انهي لاير اللي اختفت؟ البول بس تمام؟ الجزء اللي وراها الدوت اللي بعدها اللي هي تحت اللوك او تحت الاف بتعمل لوك لللاير، يعني انا لو عملت لوك لللاير دي انا ببقى شايفها تمام؟ بس ما اقدرش اعمل لها اديتنج تمام؟ اللي بتعمل له اديتنج ايه؟ اللاين التاني اللي هو على اللاير اللي فوق. لكن لو عملت لوك لده كمان لا ده هيتحرك ولا ده هيتحرك تمام. يبقى احنا اتفقنا شو هايد لوك وان لوك. المربع بقى الصغير اللي فيه لون ده تمام، زي ما انت شايف اول واحد خده اصفر واللي بعديه خده اخضر، هو بيعمل حاجه راندم يعني كل مره بيديك لون تاني. لو انت بتكليك على اللون ده تمام بيديك الاوت لاين، بيعمل لك اوت لون اوت لاين لونه اخضر، ولو ده بقى الاوت لاين بتاع لونه اصفر. انت ممكن تغير اللون ده تمام البروبرتي تمام،
تغير اللون للون مناسب بالنسبة لك عشان تميزه. اوكي بقى كده البول الاوتلاين بتاعها لونه بيربل او بنفسج والتاني اصفر زي ما هو. تمام خليك فاكر احنا اتكلمنا دلوقتي عن الجايد واتكلمنا شويه عن التايم لاين، دي حاجات مهمه لازم تضيفها للنولج بتاعتك عشان تقدر تتحرك كويس في فليش. اشوفك الدرس الجاي.